أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سفن النجاة وعين الحياة من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. إن شاء الله في هذه الأمسية نبدأ بسلسلة جديدة من المحاضرات حول الشيعة والتشيع. طبعا الشهر الماضي بشكل عام أو شهرين كنا نتكلم بمحاضرات أخلاقية عامة، الآن نتحول إلى موضوع مثلا تاريخي عقائدي حتى يكون هناك تنوع، وستكون عبارة عن سلسلة. فهذه الأمسية مجرد مقدمة عن هذه السلسلة التي سوف نخوض فيها. طبعا كالعادة لابد من الإشارة أنه إذا تطرقنا إلى مواضيع معينة، إلى آراء معينة، إلى أفكار جديدة، فصرنا نفهم على بعض أنه خلص صحيح؟ يعني بيكون ممكن يكون فهم الخاص بالفكرة، لكن بقدر المستطاع نخليها بأسلوب سلس إن شاء الله. فنبدأ في هذا البحث حول معنى الشيعة. ما معنى الشيعة؟ عندما نبحث حول أي كلمة من الكلمات فإننا نبحث فيها لغة واصطلاحا، يعني بالمعنى اللغوي ماذا تعني هذه الكلمة، وبالاصطلاح ماذا يقصد بها. لغة الشيعة تعني اتباع شخص أو قوم لآخر، يتبعون شخص ما، يتبعون حركة ما، مجموعة ما، فيسمون شيعة هذا الشخص، شيعة هذه المجموعة. أو تعني الموافقة مع شخص ما أو مجموعة ما قولا أو فعلا، يعني سواء أنت وافقت مع هذا الشخص من ناحية الفعل فأنك تعد من شيعته، أو من ناحية القول بحيث لا يصدر منك أي فعل ولكن فقط من ناحية القول يصدق عليك لغة أنك من شيعته. وفي لسان العرب قال الشيعة هم القوم الذين يجتمعون على الأمر، يعني قوم يجتمعون على أمر واحد، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة. يعني كل قوم يجتمع على أي أمر هم شيعة بالمعنى اللغوي. وجاء في أقرب الموارد تعريف شيعة الرجل بأنهم أتباعه وأنصاره شيع وأشيع، فهذا المعنى العام لغة للشيعة. واستخدمت لفظة الشيعة أو مشتقاتها من الشيع والأشياع في القرآن الكريم في عدة موارد، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في قضية موسى عليه السلام: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، إلى نهاية الآية. فهذه الآية عندما تقول هذا من شيعته يعني هذا من أتباع موسى عليه السلام، صحيح؟ هذا المعنى اللغوي للشيعة. وفي آية ثانية يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم بالتكلم عن نوح، عن نبي الله نوح، يقول وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته لإبراهيم. والمراد بالآية هنا ليس
التبعية، يعني ليس تبعية إبراهيم لنوح، إنه بمعنى أن نوح هو إمام إبراهيم، لا، مرتبة إبراهيم لعلها أعلى من مرتبة نوح عليه السلام. المراد بها هنا وإن من شيعته لإبراهيم، المعنى أن إبراهيم عليه السلام كان تابعاً لنفس نهج نوح في التوحيد والاعتقاد بالله عز وجل. فطالما اتفق نوح وإبراهيم والأنبياء بشكل عام على مبدأ واحد، على فكرة واحدة، فيصبح إبراهيم من شيعة نوح ليس على نحو التبعية. هذا من ناحية اللغة، الشيعة لغة. أما في الاصطلاح، اصطلاحاً فهناك أكثر من استخدام لكلمة الشيعة. الأخوة اللي شاركونا الآن، قلنا هذا بحث جديد سوف يكون حول الشيعة والتشيع، ونبدأ بمقدمة حول تعريف ما معنى الشيعة، فسرناها لغة. الآن من الناحية الاصطلاحية، وعليكم السلام، هناك أكثر من استخدام، نحصرها باستخدامين أو ثلاثة نذكرهم الليلة. أولاً، الشيعة تعني الاعتقاد بأن الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله المنصب من قبل الله عز وجل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا يعني الشيعة اصطلاحاً، اللي يؤمن، الذي يعتقد بأن الخليفة الأول المنصر من قبل الله عبر رسوله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، والذين يؤمنون بأن استمرار هذه الإمامة هي في نسل علي من أولاد الزهراء صلوات الله عليه. وعادة إذا قيل الشيعة بزيادة التعريف فإنها عادة يقصد بها هذه الفرقة، يعني الذين يؤمنون بإمامة علي وأبنائه صلوات الله عليه. وإذا أريد أن يشار إلى أتباع جهة ما تحذف التعريف وتستخدم من التبعيد مكانها، فيصبح التعريف تحذف، تصبح من شيعة، تحذف التعريف ماذا؟ من شيعة بني أمية، من شيعة بني العباس، من شيعة الحزب الفلاني، من شيعة المرجع الفلاني. أما عندما يزاد التعريف عادة ما يتبادر إلى الذهن أكثر الاستخدام هو أن يشار إلى الفرقة الحقة إن شاء الله. وهذا طبعا تفصيل ذكره الشيخ المفيد قدس الله سره الشريف. طيب، وقد أيضا ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته، طبعا ابن خلدون من العامة، قال في مقدمته تطلق الشيعة، يعني لفظة الشيعة من ناحية الاصطلاح، في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف، يعني قبل العلماء، على أتباع علي وبنيه رضي الله عنهم. طبعا عن كل من المصدر كما هو قال رضي الله عنهم، ومذهبهم جميعا متفقين عليه هؤلاء الشيعة، لأن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى العباد أو تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بتعيينهم، بل هو ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة. طبعا ابن خلدون لا يؤمن بذلك، لكن هو ينقل ماذا؟ اعتقاد الشيعة. المغزى من هذه النقطة قول ابن خلدون أن الشيعة عرفها الفقهاء أو تبادر إلى الفقهاء مباشرة أنها تشير إلى أتباع علي عليه السلام. جيد، وبلغ هذا الاصطلاح، يعني استخدام كلمة الشيعة للإشارة إلى أتباع علي عليه السلام، من الشهرة التي اضطرت علماء اللغة عندما جاءوا إلى تفسير الكلمات في كتبهم أن يشيروا إلى أن الذي يأتي إلى الذهن مباشرة عند قول الشيعة هم هذه الفرقة أتباع علي عليه السلام. مثلا
أذكر لكم في القاموس، في القاموس المحيط يقول بعد تعريف كلمة الشيعة عرفها لغة، بعدين سؤال قال: وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علي وأهل بيتي حتى صار اسم خاصا لهم، صار اسم يعرف فيه. طيب، هذا المعنى الأول للشيعة اصطلاحا، اللي يوالوا علي عليه السلام ويؤمنون به بأنه الإمام بعد رسول الله ويؤمنون بإمامة أبنائه. ثانيا، لفظة الشيعة تطلق على كل من يعتقد بأفضلية علي عليه السلام على باقي الصحابة الذين سبقوه دون الإيمان بإمامته، يعني لا يؤمنون به أنه هو الإمام المنصب من قبل رسول الله، لكن يؤمنون أنه هو أفضل من باقي الصحابة. من هؤلاء أغلب المعتزلة، أغلب المعتزلة يؤمنون بذلك. أشهر هؤلاء اللي يعني يتداول اسمه هو ابن أبي الحديد. ابن أبي الحديد هل يشار إليه بأنه ابن أبي الحديد المعتزلي؟ أن هذا أشهر الشخصيات. هو كاتب أو جامع نهج البلاغة. في شرح نهج البلاغة في مقدمة الكتاب قال: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. يعني الأفضل من؟ علي بن أبي طالب. لكن هو يقول الحمد لله، ونحن نقول الحمد لله في السراء والضراء على كل حال. يقول هذا اعتقاده، أنه هو يؤمن أن عليا هو أفضل من فلان وفلان وفلان، ولكن الله قدمه بهذا المعنى. فإذا نجد أن لفظة التشيع أو الشيعة، لفظة الشيعة غير محصورة بالذين يؤمنون بولاية أهل البيت، لا، بل تشير أيضا إلى الذين يعتقدون بأفضلية علي دون موالاته، أيضا يشار إليهم أنهم شيعة، الشيعة. طبعا نحن نحكي عند العامة، عندنا هناك مفاهيم أخرى. طيب، وكانوا في الماضي ينسبون إلى الشيعة كل من يقول بأفضلية علي على عثمان، هذا كان يعتبرون شيعي. يعني حتى لو كان يؤمن مثلا أن الأول أفضل من علي بن أبي طالب والثاني أفضل من علي بن أبي طالب، ولكن لا يؤمن بأن الثالث أفضل من علي عليه السلام، كان ينسبونه إلى أنه شيعي. ولعله يمكن أن نقول أنه يعني اتهم، وهذه تهمة جيدة، اتهم الشافعي بذلك. الشافعي اللي هو إمام مذهب الشافعية اتهم بأنه شيعي. ليش؟ لأنه يمكن أنه كان يفضل عليا على عثمان، يعني يقول أنه علي أفضل من عثمان. ممكن نصل إلى ذلك من بعض أشعاره، على سبيل المثال اللي ورد في ديوان الشافعي يقول: إذا نحن فضلنا عليا. شو يعني فضلنا عليا؟ على مين؟ طبعا ليس على الأول والثاني، يبقى الاحتمال أنه على الثالث. إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذوي الجهل. يعني البعض اتهمه أنه شو من الشيعة. ليش؟ لأنه فقط فضل عليا عليه السلام على الآخرين. فهذه هون بصير عندنا صورة أنه الشيعة لغة معناها اللي ذكرناه، واصطلاحا إلى أكثر من استخدام. ولعله البعض ثالثا قد يقول أنه الشيعة قد تشير إلى كل من يحب أهل البيت عليه السلام. طيب، الآن الشيء القسم الثاني، نقول مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة، يعني من أين بدأ هذا الاصطلاح؟ منين بلش؟ هل هذا الاصطلاح هو اصطلاح خاضع إلى السياسة مثلا، كما يشار أحيانا أنه بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله واختلاف الأمة ظهر فرقة الشيعة وفرقة مثلا اللي اتبعوا سنة رسول الله، أو
كما يقولون بعد شهادة الإمام الحسين ظهرت هذه الفرقة الشيعة. وللأسف نحن لدينا يعني بعض العمائم الشيعية التي تقول ذلك. هلا بدون ذكر الأسماء، خلينا نشوف السلسين. ولكن البعض منهم بيطلع بيقول لك إنه الشيعة هذا مفهوم سياسي على قناة المستقلة كان يطلق، فكان يقول هذا كلام، هذا عبارة سياسية. نحن نقول أنه يعود مبدأ نشوء اصطلاح الشيعة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أكثر من ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي بدأ بهذا الاصطلاح، اصطلاح الشيعة، وليست مسألة خاضعة إلى السياسة وخاضعة إلى الحروب التي جرت بعد رحيل رسول الله. نحن أذكر لكم بعض الكلمات من طرق أهل العامة، عنا واضحة المسألة، ولكن من طرق أهل العامة. روى جلال الدين السيوطي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وعن ابن عباس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله. كانوا جابر بن عبد الله الأنصاري وابن عباس كانوا عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل علي عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. من قال هيك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. وأيضا روى ابن الأثير في النهاية قال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا عليه السلام، قال: يا علي، إنك ستقدم على الله عز وجل، أنت وشيعتك راضين مرضيين، ويقدم عليه عدوك غضانا مقحمين. فهذه أيضا استخدام لكلمة الشيعة. مقمح يعني من إقماح، اللي بيكون رافع رأسه بس عيونه منكسين بالأرض، يسمى مقمحا. وأيضا روى ابن حجر في كتاب الصواعق، هذا اللي كتبه ردا على الشيعة، عارف كيف، وأثبت لنا يعني أثبت لنا كثير من الأمور، يعني ساعدنا، هو جرى يضرنا إجا ساعدنا بدون ما يعرف. روى عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها أنها قالت: كانت ليلة اللي يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله عندي، فأتته فاطمة فتبعها علي عليهما السلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الجنة. هذا الاصطلاح أيضا الشيعة ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس كما يقول البعض. وكان مشهور بحيث أن المسعودي أحد المؤرخين ينقل عند ذكر مسألة السقيفة وما جرى في السقيفة، يقول: فانصرف عنهم فأقام أمير المؤمنين عليه السلام ومن معه من شيعته في منزله. يعني بعد ما صار مسألة السقيفة قام علي بن أبي طالب مع شيعته وراحوا إلى المنزل. فهذا الاستخدام كان موجودا. وأيضا نرى أن الإمام علي عليه السلام استخدم هذه اللفظة، الاصطلاح الشيعة، فعند كلامه عن أتباعه بعد معركة الجمل قال: وثبوا على شيعتي، الطرف الآخر وثبوا على شيعتي، فقتلوا طائفة منهم غدرا وطائفة عضوا على أسيافهم فضاربوا بها حتى لقوا الله صادقين. وهذه الشهرة اللي وردت في الأحاديث وفي كلمات العلماء كثيرة جدا، يعني لا وقت حتى نقوم بحصرها في هذه الأمسية.
طيب الآن مع وجود هذه الأحاديث، مع وجود هذه الشهرة، ولكن بعض دائما يحب أن يشير إلى الشيعة بلقب آخر، بلقب معروف، شو هو؟ رافضة. رافضة، رافضة كذا، رافضة كذا، الروافض، الروافض، وخصوصا في عصرنا هذا يعني حتى. فلماذا هذا اللقب؟ ومتى بدأ؟ طبعا الرافضة تشير إلى الذين رفضوا حكم من حكم قبل علي عليه السلام، فهذا هؤلاء هم الرافضة، والذين يوالون عليا عليه السلام كإمام مفترض الطاعة بعد رسول الله بلا فصل. فنحن عندنا يعني لا فرق بين اصطلاح الشيعة واصطلاح الرافضة، ما في فرق، يعني الشيعة هم رافضة والرافضة هم شيعة، صحيح؟ يعني نفس الاعتقاد. طيب، والظاهر وفقا لبعض الروايات أو الأحداث التاريخية أن الذين أطلقوا، الذين بدأوا بهذا اللقب على الشيعة هم بني أمية، فقبل بني أمية ما كانوا يشيرون إلى الشيعة بأنهم الرافضة، بدأوا بني أمية بإطلاق هذا اللقب كنوع من المذمة يعني للشيعة كمسألة سياسية. لعل البعض يعني إذا نريد أن نحمله على محمل الحسن خلط بين اصطلاح الشيعة واصطلاح الرافضة، ففكر أنه اصطلاح الرافضة اللي بلش مع بني أمية هو نفس اصطلاح الشيعة. هذا إذا هناك محمل حسن في هذا الوجود يعني نحمله عليه. عندنا رواية بهذا الصدد عن أبي بصير عليه السلام. أبي بصير عليه السلام ورد ذكر رواية عن الإمام الباقر، قال يعني أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، اسم سمينا به استحلت به الولاة دماؤنا وأموالنا وعذابنا. سمونا أعداؤنا باسم واستحلوا دماءنا، استحلوا أموالنا وكل شيء. قال: وما هو؟ الإمام يسأل شو هو؟ قال: الرافضة. فهذا الرواية تشير لمين؟ إنه بني أمية هن اللي سموا الشيعة الرافضة حتى يعملوا حرب نفسية في داخل الأمة الإسلامية، إنه انظروا هؤلاء الشيعة هم يرفضون فلان وفلان وفلان، هؤلاء ليسوا مسلمين، يلا هجموا عليهم، اقتلوهم، اسلموا نساءهم، خذوا أموالهم، نفس اللي عم يصير اليوم في واقعنا. فهذه الرواية تشير شو؟ أن الذي بدأ بها هم بنو أمية كنوع من المسبة يعني. فقال أبو جعفر عليه السلام، الإمام قال له: إن 70 رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون. كان في 70 جندي عند فرعون رفضوا فرعون، نفروا منه وذهبوا عند نبي الله موسى عليه السلام. فلم يكن في قوم موسى أحد أشد اجتهادا أو أشد حبا لهارون منهم، لهود 70 رجل. فسماهم قوم موسى الرافضة. قوم موسى إيش يسمون لهود 70 رجل اللي رفضوا فرعون، اللي رفضوا الحاكم الطاغي وآمنوا بالحاكم المنصب من قبل الله، سموه هود الرافضة. جيد. فعندها فأوحى الله إلى موسى أن أثبت لهم هذا الاسم، ثبت عليهم هذا الاسم في التوراة، فإني نحلتهم يعني أعطيتهم هذا الاسم، أعطيتهم هذه المرتبة، مرتبة جعلتها مرتبة. فيقول الإمام عليه السلام لشيعته: وذلك اسم قد نحلكموه الله. يعني هذا الرافضة اسم الله عز وجل أعطاكم إياه. فإذا يتبين لنا أنه مسألة
لقب الرافضة ليس لقبا مسيئا، بل هو من الألقاب الحميدة. هم طبعا يحاولون مثلا التقليل أو مثل نوع من السباب اتجاه، لكن نحن نفخر أننا رافضة، ليس بالأمر الذي نشمئز منه. فعليه تتضح عندنا الصورة أن هناك فرق في أن نقول أن الشيعة بدأت بعد رسول الله، وبين أن نقول أن الرافضة بدأت في عهد رسول الله. هون في خلل بالسير. الرافضة بدأت بعد رسول الله في عهد الأمويين، أما مسألة الشيعة، مسألة الشيعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بدأت معه. هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على